بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اليوم وأتمنى لكم بداية طيبة. سنتناول مع بعضنا اليوم مقرر علم النفس المهني. نحن في المحاضرة السابقة أو المحاضرة الأولى تحدثنا كبسطة بسيطة، أعطيناها أو نبذة تعريفية لعلم النفس بشكل عام. عرفنا علم النفس شنو المقصود به، عرفنا أيضا ما هي أهداف علم النفس بوجه عام، شنو أهمية علم النفس، ليش لين خلونا نحن مثلا على سبيل المثال ندرس فيه في هذا المعهد أو في تخصصنا على سبيل المثال. اليوم في المحاضرة الثانية سنتطرق إلى مجموعة من العناصر في علم النفس المهني. أولها حنتطرق لتعريف علم النفس المهني، من ثم حنتناول أهداف علم النفس المهني، من ثم الأسس النفسية لعلم النفس المهني، وأخيرا ليس آخرا الأسس الاجتماعية لعلم النفس المهني. هذه العناصر جملة حنتطرق لهن وحدة وحدة، وحنعرف شن أهمية كل عنصر من هذه العناصر في دراستنا أو في قسمنا هذا. تمام، كيف ما تناولنا ووضحنا الآن وعرفنا أن هذه العناصر اللي حندرسوها نحن، أول عنصر في هذه العناصر وعناصر محاضرتنا لهذا اليوم تعريف علم النفس المهني. في محاضرتنا السابقة نحن تناولنا، كانكم تتذكروا، علم النفس كتعريف عام. عرفنا شنو المقصود بالسيكولوجية، قلنا هالسيكولوجية هذه جيتنا من كلمة يونانية، صح ولا لا؟ باعتبارنا علم النفس قلنا بوجه عام يتناول على سبيل المثال، أو كان علم النفس بوجه عام من ضمن متطلبات علم التفسير أو الفلسفة بوجه عام. بعدين قلنا لا، علم النفس انشق وأصبح علم يدرس بذاته وأصبح من ضمن العلوم التطبيقية. وفي داخل علم النفس بوجه عام قسمناها، قلنا في علوم تطبيقية وعندها في مجموعة من التخصصات أيضا النظرية. علم النفس المهني أحد فروع علم النفس العام، وهو من ضمن العلوم التطبيقية بوجه خاص. تمام، عندنا عرفنا السيكولوجية شو المقصود بها، أو عرفنا تعريف علم النفس. قلنا علم النفس، نذكركم لأني بش نربط كل شيء ببعضه، علم النفس هو دراسة السلوك، دراسة سلوك الكائن الحي، صح ولا لا؟ دراسة سلوك الكائن الحي. السلوك إذا نحن اللي حندرسوه كيف ما عرشت لكم في المحاضرة السابقة يهمنا جدا. شن هو السلوك نحن اللي مهمنا في دراستنا أو في تخصصنا؟ هم الأفراد أو العاملون أو الموظفون داخل الحقول النفطية أو داخل المؤسسات الخدمية بوجه عام. لأن نحن نتحدث على سبيل المثال الأفراد أو العاملين أو الموظفين الموجودين في داخل المراكز الصناعية، في داخل المراكز الخدمية، في داخل الشركات أو الحقول أو المواني النفطية، في داخل على سبيل المثال المواني البحرية على سبيل المثال التي تقدم خدماتها للمواطنين، أو حتى في الأسواق في حد ذاته. مش مقصود بها قسم السلامة المهنية أنه يدرس ضروري اللي يتخرج يعدي يشتغل في الشركات النفطية، لا بالعكس، حتى في داخل المجمعات أو الأسواق الكبيرة في مفروض قسم خاص بالسلامة المهنية. أفراد مهمتهم الأساسية المحافظة على سلامة هؤلاء الأفراد، سواء كانوا موظفين أو كانوا زبائن في داخل هذا السوق على سبيل المثال. نحن هالأفراد اللي حندرسوهم ونعرفوهم في داخل علم النفس المهني يجوا وحدة وحدة باش نحللوا كل عنصر من هذه العناصر. كتعريف علم النفس المهني، فوكتوشنال سايكولوجي، هو دراسة الأفراد في موقع أو في مواقع العمل. أمتى ندرس الأفراد؟ ندرسهم أثناء وجودهم داخل ذلك العمل. يعني ما نجيش وبندير دراستي على سبيل المثال بنعرفه أثر على سبيل المثال العوامل الاقتصادية، أو نقوله كيف مصير الآن أثر جائحة كورونا على سبيل المثال على الأفراد العاملين، على سبيل على الأفراد العاملين مثلا نقوله نحن في حقل من الحقول النفطية، ومثلا نقوله في ميناء الزويتينة على سبيل المثال. هذه دراسة نبه نقوم بها. إذا كان نحن درنا هذه الدراسة دي مش حنجوف في وسط المنازل حنقوم بها، لا، نديروها في داخل العمل. يعني الفرد هو في داخل العمل هو اللي حندرس ندير عليه تلك الدراسة باش نعرفوا نحن شنهن المتغيرات
التي طرأت على ذلك العامل أو ذلك الفرد نتيجة وجود جائحة كورونا على سبيل المثال، وهو يدرس كل من العامل أو كيف ما قلنا نحن وضحنا والعمل باعتبارهما طرفي العلاقة في العملية الإنتاجية، وباعتبار أن العمل نشاط ماذا؟ نشاط إنساني، مهما كان في النهاية يكون العمل هو نشاط إنساني. أيضا في تعريف علم النفس المهني تو بعدها نجو نعرف التعريف الرئيسي أو الرسمي لذلك، كذلك تحليل العوالم المهمة في زيادة الإنتاج، أن نحن كيف نقوم بعملية الإنتاج، لأن العامل الأساسي أو الرئيسي باش نحن نقدر نطوره من العمليات الخدمية أو العمليات الإنتاجية في مثلا نجو مثلا في قطاع من القطاعات، مثلا نجو في قطاع الصناعة على سبيل المثال، كيف نطوره من ذلك القطاع بدل ما نكون مثلا سبيل المثال شعب مستهلك، كيف نكون شعب مصنع على سبيل المثال، كيف نغير من هالثقافة الموجودة داخل العاملين مثلا في أي مؤسسة كانت في هذه الدولة. أيضا تحقيق الموائمة المهنية وتنمية العلاقات الإنسانية، إن لم يكن هناك علاقة إنسانية في داخل المؤسسة أي مؤسسة كان، ما فيش علاقة حبية علاقة ودية في داخل أي مؤسسة كانت حتما ستنهار. ضروري من التعاون، ضروري من الموائمة، ضروري من العمل ذات الطابع التعاوني، ضروري. حتى الإسلام حث على ذلك، رسولنا الكريم حثنا على التعاون فيما بيننا البعض، ضروري نتعاونوا حتى نقدر نحن ننجزوا تلك الأعمال. مش معناتها لما نعطوا سين من الناس أو مجموعة من الناس نكلفوهم بعمل ما وعجزوا في ذلك العمل نلوموا عليهم، لا بالعكس، المفروض نعطوهم فرصة أو نعطوهم براح حتى يتمكنوا من إنجاز ذلك العمل عن طريق التدريب. التدريب مهم جدا يا طالبتي الأعزاء. العالم الآخر فيش سبقنا نحن؟ سبقنا أن هم حطوا كافة العلوم أو سخروا كل العلوم في خدمة المواطن البسيط، كل العلوم سخروهم في خدمة المواطن البسيط. كيف؟ على سبيل المثال كيف مثلا تخصصنا نحن علم النفس، سخروا كل إمكانيات الخاصة بعلم النفس وخلوها في كل مجالات الحياة عامة، من ضمنها دراستنا نحن في علم النفس المهني، فهو تخصص مهم ولا نثني على إدارة المعهد إن خلاته من ضمن المقررات التي ينجزها المتعلم. قلنا وتنمية العلاقات الإنسانية في العمل ومعالجة المشكلات التي تتخلله مثل التعب والإهمال والملل وحوادث العمل. سين سؤال، لو أن في أرض مننا نحن نشتغل في مصنع الحديد والصلب على سبيل المثال وتعرض إلى إصابة العمل، هل نقوم بإرفاد ذلك الشخص؟ قلنا لا، المفروض نحن نأخذ على عاتقنا نعاود العامل الإنساني. ها هنا بدينا ننمو فيه حاجة اسمها العوامل الإنسانية، ضروري العواطف تلعب في ذلك، تلعب دورها في ذلك الأمر. الشخص هذا مش نرفضوه ونقوله خلاص ما عادش يصلح، انقطعت يده على سبيل المثال وحاشا وكلا، شنو نديروا من حل؟ المفروض نعطوه عمل آخر يتناسب مع وضعه الصحي الموجود فيه هو الآن، صح ولا لا؟ فريدريك تايلور لما أنا تحدثتكم عليه، المهندس الأمريكي اللي هو دار دراسة ودار كتاب وتحدث فيه عن الإدارة العلمية بصفة عام وبصفة عامة، وحدث فيه من ضمنها الجوانب الإنسانية، صح ولا؟ باعتبار أنه هو مهندس ودار تجاربه على مجموعة من الأفراد في داخل مجمع الحديد والصلب، حتى ظهر لنا بماذا؟ بنتيجة ما ونظرية فريدريك تايلور، ومن ضمن العلماء الذين تحدثوا عن طور أو الطفرة الصناعية أو الثورة الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، فتم تعميمه على باقي العالم بأصله. يهدف علم النفس المهني إلى ماذا؟ ده قلنا جانا سؤال، إلى ماذا يهدف علم النفس المهني؟ سين سؤال، إلى ماذا يهدف علم النفس المهني؟ نقول يهدف إلى تحقيق تكامل شخصية العامل ومساعدته على أن يفهم نفسه ويحل مشاكله في محيط العمل وتحقيق التعاون مع الآخرين. نترجم هالكلام اللي تو كنا نقوله فيه، يهدف علم النفس المهني إلى تحقيق تكامل شخصية العامل،
شخصية العامل تكامله في ماذا؟ أكيد في كيف نخلي ذلك الشخص يتعامل بإنسانية مع الشخص الآخر، مع زميله. أيضا أن لا يشعر بالتعب، أن نؤمله، أن نحاول أن ندير لجانب التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي أيضا، حتى هو في داخل نطاق العمل يجب أن نشعر ذلك الفرد بأنه جزء من المؤسسة الموجود فيها هو. مش معناته كان مرض محشي دورة والله هو على سبيل المثال تعرض لحالة محشي دورة، لا بالعكس، نخلي فيه الجوانب الإنسانية تلعب دورها في هذه المؤسسة على سبيل المثال، على أن يفهم نفسه ويجعل ويحل مشاكله في محيط العمل، يعني ما ينقلش المشاكل الموجودة في داخل أسرته إلى العمل على سبيل المثال. يجب أن الإنسان لما يجي مثلا في بيئة العمل يعزي كل ما هو موجود خلفه أو في وراء ظهره، ويحاول أنه يجدد نشاطه في بيئة العمل، ما يخلطش الأمور الاجتماعية على سبيل المثال بالأمور العملية، الأمور العمل في داخل أي مؤسسة كانت. وأيضا كيف ما عرجت وتحقيق التعاون مع الآخرين، نحن لو كان غير نرجع لديننا الإسلامي الحنيف، ديننا الإسلامي حث على التعاون فيما بيننا، صح ولا؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صح ولا لا؟ صريح الكلام، يعني ما عندناش فيه لف أو دوران. ويعكس علم النفس هذه إجابة، لو أن جانا سؤال وقالنا إلى ماذا يهدف علم النفس المهني، أو علم النفس المهني يهدف إلى تحقيق ماذا على سبيل المثال، لو أن جانا سؤال صريح، يعكس علم النفس المهني إلى تطبيق مجموعة من النظريات. علم النفس بوجه عام عنده نظريات، عندنا مقرر في علم النفس اسمه نظريات التعلم أو نظريات علم النفس. نظريات علم النفس على واقع المهن والأعمال المختلفة في علم النفس المهني ومشكلاتها، سواء في المصانع أو المتاجر أو في أي مهنة أخرى، في المواني، في الحقول، في المؤسسات الصناعية، هذه كلهن علم النفس المهني يلعب دور كبير ويحاول يطبق نظرياته فيه. دراسة أنماط التفاعل بين من يشغلون الأدوار داخل نظام العمل ضروري، هالأنماط أو ما يسمى بأنواع التفاعل، كيف نتفاعل مع هؤلاء الأشخاص. هنا رجعت إلى الجوانب الوجدانية، لما أنا نتكلم على نمط التفاعل فيه جانب وجداني، لما أنا نقول حنتعاون مع زميل الآخر أنا غلب الجانب الاجتماعي أو جانب الوجداني عواطفي مع زميلي الآخر في داخل بيئة العمل بصورة أو بأخرى. أيضا نربط النظام الداخل العمل والعلاقات التي تربط بين أدوارهم في العمل وبين أدوارهم الأخرى في الحياة، وذلك لماذا؟ لو أن جانا سؤال لماذا هالكلام هذا كومن هذا، لفهم المشكلات التي تظهر في مجال المهن والسعي لحلها حلا علميا منطقيا، يعني ما فكروش في حل آخر إلا بالحلول العلمية المنطقية الإنسانية بهدف رفع الكفاية الإنتاجية، هذا كله على أساس أن نرفع به الكفاية الإنتاجية أو القدرة الإنتاجية في المؤسسة الموجودين فيها نحن، تمام، وتحقيق سعادة العامل وراحته ورضاه في علاقاته الاجتماعية أثناء تأديته لواجباته. لو أن نحن مثلا قالوا لنا قاعدين في مصنع لصناعة الكراسي على سبيل المثال، مش جنة برا نحن نصنع تلك الكراسي على سبيل المثال، لما نحن نحقق إنجاز أكيد حنفرحوا به، نقولوا ما شاء الله أنا حققنا إنجاز كبير ونفرحوا به. لما نحن نصنع أسلاك كهربائية مش تجينا خام ونبدأ، لا نحن اللي نصنعوها، نحن نبدو معتمدين فيه على أنفسنا، هذين أكيد حققنا السعادة ويحققنا الأمن الاجتماعي في نهاية المطاف. في علاقاته الاجتماعية أثناء تأديته لواجباته أو لواجبات عمله، سواء كانت ذات طبيعة عملية أم إدارية أم فنية. وينظر إلى علم النفس المهني بأنه العلم الذي يطبق النتائج. دائما علم النفس، لأن عرفنا أن علم النفس في حد ذاته هو علم، هو من ضمن العلوم التطبيقية ومن داخلها علوم نظرية وعلوم تطبيقية أنواعه. علم النفس المهني باش نتأكدوا أنه هو من ضمن العلوم التطبيقية، فهو يطبق النتائج والمكتشفات التي توصل إليها علماء النفس. كيف الكلام هذا؟ يعني طبق تلك النظريات التي تحدث عنها العلماء
فيما سبق ويحاول تجربة عن طريق ماذا؟ عن طريق التجربة، لأن التجربة هي الأساس أو الرافد لتحقيق ما توصل إليه هؤلاء العمال، هؤلاء العلماء في مجال المهن بوجه عام، لفهم المشكلات التي تبرز في هذا الميدان. نجول التعريف الأساسي وركزوا عليه، أديروا عليها علامتي تنصيص أو بين قوسين، ويعرف أنجلوس علم النفس المهني في إطار كونه الدراسة. نجول علم النفس المهني هو الدراسة العلمية للمشكلات الصناعية، هو الدراسة العلمية للمشكلات الصناعية بواسطة مناهج بحث علم النفس، يعني يطرق لمناهج البحث في علم النفس ومفاهيمه ومبادئه واستخدام نتائجه لغرض زيادة الكفاية الإنتاجية. إلى هنا ونقطة من وسط، يعني هنا نسكر القوسين، يعني من كلمة الدراسة العلمية، يعني قالوا لنا علم النفس المهني هو عبارة عن الدراسة العلمية، دائما يركزوا على أنه هو دراسة علمية. الدراسة العلمية في ماذا؟ للمشكلات الصناعية بواسطة مناهج بحث علم النفس ومفاهيمه ومبادئه واستخدام نتائجه لغرض ماذا؟ لغرض زيادة الكفاية الإنتاجية، لغرض زيادة الكفاية الإنتاجية بوجه عام. هذا تعريف أنجلوس. لو نجانا قالنا عرفوا علم النفس حتى ما عرفه أنجلوس، لكن لو نجانا سواء قالنا نبي التعريف العام لعلم النفس المهني، هذا في آخر في الصفحة التي تليها، وهو أن علم النفس المهني هو العلم الذي يدرس العلاقات بين من. في الأول قالنا الذي يدرس على سبيل المثال أنجلوس ماذا؟ هو الدراسة العلمية للمشكلة، صح؟ لا، قالنا هذا لا، هو الذي يدرس العلاقة بين متطلبات المهنة وخصائص الفرد. كل منهما تحدث عن جانب، واحد تحدث عن جانب العلمي، الآخر تحدث عن الجانب الإنساني وخصائص الفرد والمعلومات المهنية. هنا خلط ما بين العوامل الإنسانية والعوامل العلمية والمعلومات المهنية التي يحتاجها الفرد لاتخاذ قراراته المهنية والاختيار المهني والتكيف المهني للفرد وغير ذلك. تمام لعند هنا؟ لعند هنا أكيد تمام، وعرفنا تعريفات علم النفس. الآن نجو عليه إلى ماذا؟ إلى أهداف علم النفس المهني. كيف ما عند علم النفس بوجه عام مجموعة من الأهداف، أو عنده ثلاث أهداف رئيسية، أيضا علم النفس المهني لديه مجموعة من الأهداف بوجه عام، باعتبار أن علم النفس المهني من ضمن العلوم الإنسانية المهمة، صح ولا لا؟ ولكنه صنف من ضمن علم النفس العام، وعلم النفس العام صنف أيضا من ضمن العلوم التطبيقية. عرفنا ليش؟ لأنه من ضمن العلوم التي تأخذ بمبادئ التجربة أو مبدأ التجربة، التي تستهدف تطبيق مبادئ علم النفس بميادينه المتعددة واستخدامها في مجالات الإنتاج والعمل والإدارة، وأيضا في حل المشكلات بوجه عام. لعل قالوا لنا أهم الأهداف علم النفس المهني هي عملية تحقيق زيادة الإنتاج وزيادة راحة العامل ورضاه عن العمل، ويتحقق ذلك بطرق عدة، في مقدمتها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحدثنا عليه في المحاضرة اللي فاتت، ويتم ذلك على أساس من عمليات الاختيار المهني والتوجيه والتأهيل المهني. نجولي أهم أهداف علم النفس المهني نقطة نقطة، باش نحن نقدر نفهم كل نقطة على حدة، وهن ست أهداف رئيسية. النقطة الأولى زيادة الكفاية الإنتاجية. شنو المقصود بها؟ أي زيادة القدرة الإنسانية على الإنتاج، يعني كيف نخلي ذلك الفرد العامل أو ذلك الفرد العامل على سبيل المثال، أو صاحب أو الذي يشتغل فيه داخل أي مصنع على سبيل المثال، كيف يقوم بعملية زيادة الإنتاج؟ ويتحقق ذلك من خلال ماذا؟ توجيه العاملين، دائما يحاولوا أنهم يوجهوهم وتكوينهم تكوينا مهنيا سليما في ضوء استعداداتهم وقدراتهم. قصة في ضوء استعداداتهم وقدراتهم، أراه هذا يأتي عن طريق التدريب، ضروري من التدريب، ضروري من مواكبة التطور اللي حاصل في العالم بأصله. ما يكتف العالم الآخر اللي مش نحن، ما يكتفوش باللي موجود قدامهم في بيئتهم، لا، استفادوا من العالم الآخر. على سبيل المثال نحن نشوفوا احنا أي دولة من الدول، سواء كنا حابين أو كارهين، الدول الأخرى زي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، حتى مثلا نشوفوا في الدول في الشرق الأوسطية جيراننا، نحن نشوفوا
ما نتباعدوش، نشوفوا جيراننا سواء مصر ولا تونس ولا المغرب والجزائر، هذين كلهم يحاولون يكيفوا ما هو موجود في داخل بيئتهم. ما عندهمش بترول في اللي المغرب عندها بترول، ما عندهاش، لكن كيفت نفسها مع ما هو موجود. الأردن عايش عايشة حتى هي، مش عايشة على السياحة، لكن شوفوها شنو هي الدولة الأردن، الكويت وهكذا، كلهم هذين استفادا بما هو موجود. خير دليل وخير مثال في العالم هذا ماليزيا وأندونيسيا، من العدم أصبحن دول، من العدم عبارة عن شتات مجموعة من الجزر أصبحن مجموعة، أصبحت هذه الدول من أفضل الدول في العمليات التعليمية، والآن بدوا في طور الصناعة. ليش نحن ما نوصل للمواصيل هذين؟ ربي يصلح حالنا إن شاء الله. وقدراتهم وميولهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم ومساعدتهم، لأن مش كل عامل هي نفس إمكاناتها مع العامل الآخر. أنا وسين وفتحي ومسعود وخليفة ومحمد ما لاش كلنا في نفس القدرات، كل واحد عنده قدرات عقلية، عنده مهارات يستطيع إبرازها أمام، يستطيع إبرازها في داخل بيئة العمل. أكيد تختلف قدراتنا عن الشخص الآخر، هذين يجب نراعيهن، الفروق الفردية حتى في جانب العمل، مش غير في الجانب التعليمي لدينا مراعين الفروق الفردية، المفروض نراعيهن حتى في داخل بيئة العمل. اثنين، تنظيم ظروف العمل. شو المقصود بها على هذه قصة تنظيم ظروف العمل؟ هي عبارة عن تحسينها، يعني نحسن من ظروف العمل من خلال تطوير الآلات، يعني ننظر للعالم الآخر شنو هن الأشياء التي استحدثهن واستفاد منهن العالم الآخر، لين جابهن لنا نحن هنا في بيئتنا بوجه عام. ضروري نستفيد منهن نحن، هل التطور الحاصل في داخل أو في عند العالم الآخر من آلات حديثة، من ورش عمل قاموا بهن، نستفيد منهن نحن؟ هل يعني ما ناخذش نبدو نحن والله حاطين كراع لكراع ونقول والله الله غالب ما صارش، لا، الله غالب على المحبوس، نعرفها هذه. لكن الدولة التي تبي تجد تحط الرجل المناسب في المكان المناسب، مش تجيب لي واحد على سبيل المثال تخصص في الإعلام أو تخصص في الزراعة تحط لي في التعليم على سبيل المثال، لا، أعطي كل حق صاحب حق حقه، أعطي كل واحد في مكان، حط كل واحد في مكانه المناسب، أكيد هو بعدين حيثمر وحيجيب لك الفائدة في داخل بيئة العمل. هذا عن النقطة الأولى والثانية. نزول النقطة الثالثة والهدف الثالث، تحقيق توافق العامل في عمله. كيف عملية التوافق؟ هل يوجد توافق على سبيل المثال في بيئة العمل؟ مثلا نجي نقول نحن بنشوف هل هناك توافق اجتماعي أو توافق نفسي على سبيل المثال عند العاملين في مثلا في ميناء بنغازي على سبيل المثال، هل هناك أو هل يتحقق التوافق النفسي على سبيل المثال في عند العاملين هذين، في توافق أو ما فيش توافق؟ شنو يعني باش نحن نقدروا، يعني هل العامل هذا اللي في أو الموظف اللي داخل الميناء على سبيل المثال، هل لديه القدرة والاستعداد على إبراز شخصيته في داخل بيئة عمله أم لا من الأخير؟ فهمتوا ولا لا؟ يعني من خلال انتقاء ماذا؟ قالوا لنا العاملين الأعمال التي تتناسب قدراتهم الشخصية. ما نجيبش على سبيل المثال واحد عنده مشكلة ذهنية وبنخدم لنا عليه كمبيوتر على سبيل المثال، إن كل واحد عنده الملكة الخاصة به، اللي هذا عنده القدرة اللي تأهله للقيام بعمل ما، يعني ما نخلطش تلك الأعمال في بعضها. حتى تكيفهم مع محيط العمل أو بيئتهم أو بيئة العمل وإكسابهم مجموعة من المهارات. هل المهارات هذه كيف يكتسبوهن؟ هل يكتسبوهن بالكلام بس؟ يكتسبوهن عن طريق التدريب. عن طريق التدريب نقدر أنا نعزز المهارات الموجودة عند كل فرد من هؤلاء الأفراد في داخل بيئة العمل. أيضاً إحساسهم بالاستقرار والأمن وتحفيزهم على التقدم. مش كل يوم جايب عامل لاز عامل، جايب عامل لاز عامل، هنا المؤسسة مستحيل تنجح. لكن يتحقق الاستقرار في بيئة العمل على سبيل المثال عن طريق تحفيز هؤلاء العاملين أو الموظفين في داخل بيئة العمل. يجب أننا نشعرهم بماذا؟ بأنهم هم جزء من هذا ذلك المصنع أو ذلك أو تلك المؤسسة بصفة عامة. أيضا حفظ كرامتهم الإنسانية. عن طريق ماذا حفظ كرامتهم الإنسانية؟ عن طريق عملية التوقير والاحترام. الاحترام أساس العمل. ما نقولش هذا طالب وما يعرف شيء، لا بالعكس، لديه القدرة
والاستطاعة أنه هو يقوم بأشياء يعجز عنها اللسان مرات، صح ولا؟ في عدد التعبير عنها، مش معناتها كأنه هو طالب ما يفهم الشيء، لا بالعكس، مرات هو طالب خير منك. ما نبداش مثلا نجي ضد العامل على سبيل المثال نقول لا والله ما يعرفش، لا بالعكس، مرات هو أنت يا مدير اللي تقول أن الموظف هذا ما يصلحش، مرات هو عنده مجموعة من الابتكارات أو القدرات الفنية. كلنا ذنا 9 شهور، اللي في بريطانيا جاء بعد 9 شهور، اللي في ليبيا وفي أوغندا جاء بعد 9 شهور. الفرق هي عملية كيف استغلوا هذه الخامات، هل خامة هل الإنسان إذا كيف استخدموا، هل العقول كيف استفادوا منهن تلك العقول، هل استفادوا منهن عن طريق، هل جابوهن وقعد يهزبوا فيهن ولا يقللوا من آدميتهن، ولا استفادوا منهن عن طريق حفظ كرامتهم وتنمية قدراتهم المهنية. ليش لنا نحن عندنا كم واحد يقول لك نطلع برا، مثلا برا من ليبيا في بريطانيا ولا أي دولة من دول أوروبية ولا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تلقاه يقول لك والله ناجح وما شاء الله عليه. كيف نجح؟ القيمة يأخذ بيده، يعزز من ماذا؟ من قدراته، ويعزز أيضا من مهاراته الموجودة لديه. هي ما إلا حاجة بسيطة، كيف العيل الصغير لما أنت تجي وتحطه في روضة على سبيل المثال في KG1، العيل ما يعرفش يمسك حتى القلم، لكن بعد فترة يستطيع بقدرة قادر أنه يمسك القلم ويبدأ يكتب لك الألف والباء إلى آخر حرف الياء، ويمسك لك من واحد ويبدأ يكتب. كيف قاعد يكتب؟ لأن الجي معلمة أخذته بيده وعرفت كيف هي تتعامل مع تلك الخامة أو ذلك الفرد المتعلم. كذلك الحال أن نحن مفروض نستفيد من هل التطور اللي حاصل في العالم الآخر عن طريق مجموعة من إنشاء مجموعة من الورش، مجموعة من المؤتمرات في داخل بيئة العمل، باش أنا نرفع من مكانة ومهارة ذلك المتدرب أو الموظف على سبيل المثال. الرابعة، إعداد برامج تدريب العاملين وتوفير أساليب التدريب المناسبة. نوفر لهم كل ما يخص، مثلا كل 6 شهور ولا كل 4 شهور 3 شهور على سبيل المثال ندير دورة تدريبية. مش معناتها ندرب، هل مثلا عندي في داخل مصنع فيه 1000 موظف بندربهم في مرة واحدة، لا، ناخذ كل مرة مجموعة، كل مرة مجموعة، لين نغطي على الكل، كل واحد في مجال عمله، كل واحد في مجال تخصصه، نحاول أن ندير ما يسمى بالدورات التدريبية أو الدورات التأهيلية لرفع القدرات وأكسابهم المهارات الجديدة التي تساعدهم أو تمكنهم من إنجاز أعمالهم وتساعدهم على الرفع من القدرة الإنتاجية. أنا صاحب مصنع على سبيل المثال، كيف نزيد من القدرة الإنتاجية وقاعدين لنفس الخامات؟ ضروري نطور منهم. الإنسان بدون تطور ما يصلحش ولا يشبه. شخص حافظ كتاب الله على سبيل المثال، إن لم يراجعه بين الحينة والأخرى حينساه، صح ولا لا؟ ضروري تراجع الشيء باش تقدر أنت معاش تنساه. النقطة الخامسة والهدف الخامس، تحسين العلاقات الإنسانية. دائما بد هنا يلعب، وتو في السابق ما كانوش يعدوا عليه العلاقات الإنسانية، يقول لك أهم حاجة رب العمل نبي الفلوس، نبي أنا كيف نكسب في المؤسسة اللي ندير فيها أنا. اتطور العالم قالوا لا، يجب أن نأخذ حتى بحاجة اسمها العلاقات الإنسانية، لأن العلاقات الإنسانية لها دور كبير في ماذا؟ في حل المشكلات والمنازعات الموجودة في داخل بيئة العمل على سبيل المثال. مرات أنت في أشياء ما تقدرش تحلهن كمدير مؤسسة، لكن غيرك أحد الموظفين عنده القدرة، أو بين قوسين نحن نقوله عنده، نقولها في بيئتنا مثلا كيف شيخ القبيلة، عنده القدرة على حل المشاكل، عنده كاريزما أو شخصية قوية تجعل الموظفين كلهم يلتفوا حوله، ولما يقول لهم كلمة كلهم يسمعون، هذا يستفاد منه في داخل بيئة العمل. والمشكلات التي قد تحصل بينهم وبين إدارة العمل على سبيل المثال، وتوفير أسباب الراحة والانسجام إلى آخره. الهدف الأخير أو الهدف السادس، التقييم الموضوعي. شو المقصود بالموضوعية؟ الموضوعية كيف يكون إنسان شفاف، كيف يكون إنسان دقيق في حكمه على المواضيع، 1+1=2، يعني ما نبدأش نفرق ما بين الأشخاص في داخل المؤسسة على سبيل المثال. تقييم يكون موضوعي شفاف، ما فيش أي نوع من أنواع الحبية أو الواسطة في داخل بيئة
العمل بما يكفل الإنجاز الكفو وزيادة الإنتاج ورفع الدافعية. شن هي الدافعية؟ قلنا هي مجموعة من الطاقات الطاقات الكاملة عند ذلك الفرد يحاول أنه يطلعها حتى نصل إلى ما يعرف بماذا؟ بالرضا المهني، لأن هذا اللي ندور فيه نحن في نهاية المطاف في دراستنا لعلم النفس المهني هو الرضا المهني. أنا كيف نقعد مرتاح ومبسوط من هذه المهنة التي أشتغل فيها؟ تحقيق الرضا المهني لدى العامل وتعزيز روحه المعنوية. لأن في نهاية المطاف إذا الفرد على سبيل المثال ارتاح في بيئته أكيد حيوصل إلى بيئة العمل، أكيد حينتج ويرفع من كفاءة العملية الإنتاجية التي يصبو إليها. هيك أنجزنا العنصرين الأولين سواء في تعريف علم النفس المهني، من ثم تحدثنا عن حاجة اسمها أهداف علم النفس المهني. الآن نجو للأسس والاتجاهات الحديثة في علم النفس المهني. نحن الآن نبغى نستفيد من كل ما هو موجود أو من كل ما هو متاح في داخل البيئة العلمية على سبيل المثال. علم النفس المهني باعتباره يهتم بماذا؟ تو كنا نقولها في الأهداف، يهتم بتبادل العلاقات الإنسانية أو بتبادل ما يسمى بدراسة العلاقات المتبادلة ما بين الأفراد، بدراسة العلاقات المتبادلة ما بين الأفراد أو داخل ما العلاقات المتبادلة ما بين الجماعات أو ما بين الموظفين في داخل أي بيئة على سبيل المثال صناعية. أيضا يهتم أو يدرس مختلف المتغيرات النفسية والاجتماعية عند العاملين. نحن اللي بنشوفه شن هن الأشياء التي تؤثر على بيئة العمل أو بيئة العمال بوجه عام، خاصة التوافق المهني والروح المعنوية والسلامة المهنية. التوافق المهني بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة حنتحدث عليها، والروح المعنوية والسلامة المهنية والميول المهنية والتصنيف المهني وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. بينما علم النفس الصناعي يهتم بماذا؟ بحل مشاكل الصناعة وما يعترض بيئة المصنع بحد ذاته من مشكلات فيزيقية ونفسية واجتماعية. فإن علم النفس المهني يعنى ويهتم بالعامل في مصنعه والبائع في متجره والموظف في مكتبه والطبيب في عيادته والمعلم في مدرسته، هذا علم النفس المهني، والإعلام في مؤسسات الإعلامية إلى غير ذلك من مختلف المهن المتباينة في طبيعتها. يعني شوف الفرق ما بين علم النفس الصناعي وعلم النفس المهني، باعتبار أن العمل هو نشاط إنساني، لأن علم النفس المهني يهتم بالإنسان. فهمتوا كيف ولا؟ يهتم بالإنسان ويمتد ليشمل جميع المجالات المهنية والتنظيمية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو إدارية أو حكومية أو كانت تلك الأهداف خاصة. فعلم النفس المهني من خلال ما عتى عليه الزمن نقوله في القرن الماضي وصولا إلى ما هي موجود إلينا في الألفية الحاضرة الآن، والاتجاهات الحديثة التي أثرت على مسيرته ودفعته قدما للأمام، زادت في أهمية علم النفس المهني بشكل خاص، وتحدث فيهن على الاتجاهات سواء كانت اتجاهات نفسية أو كانت اتجاهات اجتماعية أو كانت اتجاهات صناعية، كلهم كل واحد منهم أدلى بدله في هذه القضية. الآن بعد عرفنا كمقدمة للاتجاهات أو الأسس في علم النفس المهني، نزول للأسس النفسية والاجتماعية في علم النفس المهني كبسطة، وبعدين نتحدث عن الأسس النفسية بوجه خاص، من ثم نتناول الأسس الاجتماعية. الأسس النفسية والاجتماعية في علم النفس المهني، قالوا أن الإنسان يتميز عن الكائنات الحية الأخرى بحياته وخصائصه الاجتماعية والنفسية، لأن فيه فرق ما بين الإنسان وأكرمكم الله الحيوانات. أيضا تتميز الجماعات الإنسانية بالثقافة التي ينقلها الآباء والذين ينقلونها بدورهم للأحفاد. أراه مش مقصود بالثقافة أن الإنسان هذا متعلم، الثقافة المقصود بها كل من لديه، شوف الثقافة هي اللغة والدين والعادات والتقاليد والأعراف والدين، هذه كلهم يسموهم ثقافة. مش المقصود بالثقافة هو الشخص المتعلم
في حد ذاته. الثقافة هي مجموعة من العادات والتقاليد واللغة والدين، هذه كل والأعراف، هذه كلها يسموهن ثقافة. لما على سبيل المثال نحن جاينا شخص من طرابلس، في أو نقوله يا سيدي زي بعضنا نحن ثقافتنا الليبية، جاينا شخص من تونس على سبيل المثال، والله من المغرب، عندهم مجموعة من العادات والتقاليد التي يقومون بها، أكيد تختلف كليا أو في الغالب تختلف عن العادات الموجودة نحن في بيئتنا الليبية، أكيد هو حينقلها لنا، صح ولا لا؟ كذلك الحال مثلا نقولوا نحن في البيئات المحلية، الثقافة الموجودة مثلا في غرب البلاد تختلف عن ما هو موجودة في شرق البلاد، بالرغم انها بيئة واحدة. الموجودة في جنوب البلاد ايضا نفس الشيء تختلف عن ما هو موجود في شرق البلاد او في غرب البلاد. كل تلك الثقافات لما هي تختلط فيما بينها البعض اكيد تحدث ما يسمى بالمزيج او الفسيفساء الثقافية او الفسيفساء العادات والتقاليد الموجودة في داخل تلك المجتمعات بوجه عام. فالثقافة تعتمد على نقل العادات والقيم والمعتقدات عن طريق اللغة. أيضا لما نعدي لمثلا واحد منا يمشي يشتغل أو يعيش في بريطانيا، أكيد هو حينقل ثقافته هو الموجودة لديه، إن لم يؤثر في الآخرين بشكل أو بآخر، لكن حيأثر فيهم وبيتأثر منهم عن طريق اللغة التي تعتبر أهم مظهر ويتميز بالإنسان عن الحيوان أكرمكم الله. كما تتميز طفولة الإنسان بكونها أطول طفولة في الحيوانات الراقية، ينمي الإنسان من خلالها أبعاده الشخصية ويتعلم أساليب التكيف مع المجتمع الذي يوجد فيه. وقد عنى العلماء والباحثون بمناقشة وتحليل العوامل النفسية الاجتماعية في محيط ماذا؟ في محيط العمل. من ضمنهم تحدث سييف، هذا عالم روسي مش مطلوب منكم تحفظوه، في مؤتمر الدولي والثاني والعشرين في علم النفس الذي عقد في عام 1980، أكد فيه على أثر العوامل النفسية الاجتماعية في استثارة نشاط الأفراد في العمل. ريت هنا يقوموا بالدراسات ويستفيدوا منهم في داخل دولهم، مش نحن نديروا الدراسة ويعزقوها تحت الطاولة يقول لك غربش تلقى بها ذلك عضوها أي تدريس، لا بالعكس يستفيدوا منهم. الآن علي خطالة على المؤتمرات، شفت الفترة اللي فاتت في مصر عندهم وزارة الثقافة الآن دايرين عاكفين على إعداد مؤتمر دولي عن ما يسمى الإدارة الإلكترونية، يبوا يطوروا ويشوفوا أهمية الإدارة الإلكترونية، لأن الآن العالم معاش ياخذ قصة الورق، خلاص عت عليه الزمن. الطالب المفروض لما هو قاعد وسط منزله ما عاش يجي للمعهد او يجي للجامعه او يجي للكليه بده يسجل، وانا قاعد وسط الحوش انزل طق 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 ونسجل وتم ناخذ موادي حسب الاسبقيه ونسجل فيه، بدل ما نجي ونسبب ارباك ووروني، لا خلاص العالم كله ميكنه. اكد فيه أثر العوامل النفسية والاجتماعية في استثارة نشاط الأفراد في العمل وضرورة اطلاع أو وجود الإدارة بخلق الظروف التي تحفز العامل وتعزز دافعه للعمل، وذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق استخدام الحوافز المختلفة المادية والمعنوية، وأن هذه الحوافز لا تتحول إلى دوافع حقيقية إلا في ماذا؟ إلا في حالة ارتباطها باتجاه واعي للفرد نحو عمله. هذا بصفة عامة ما يسمى بالأسس النفسية والاجتماعية في علم النفس المهني. الآن نجولي ترجمة كل أساس من هذه الأسس. نجولي الأسس النفسية، قالوا لنا ضروري من وجود الفروق الفردية، كيف ما قلت لكم من بدري وقلت لكم راهي مهمة الفروق الفردية، ما هيش غير في الجانب التعليمي حتى في الجانب المهني ضروري أن نأخذ أو نهتم بجانب الفروق الفردية التي هي موجودة ما بين الأفراد الذين يختلفون في سلوكياتهم وفي سلوكهم وفي مجالات الدراسة والعمل رغم تشابههم في بعض الصفات والجوانب، نفس الطول نفس العرض غيره يلبس يأكل، لكن فيه فرق ما بين محمد وفرق ما بين علي مثلا في الجانب الأكاديمي. لو نجينا في الجانب الأكاديمي من المستحيل يكون اثنين سواسية زي بعضهم، ضروري فيه جانب الفروق الفردية هنا تلعب دورها. في جانب العمل هذا يقدر ينجز العمل متاعه مثلا، يقدر يدير لي على سبيل المثال كم
كرسي في كم دقيقة؟ هذا لا يستطيع أن ينجز إلا كرسيين في كل ساعة. هذه هنا تبرز مشاكل الفروق الفردية. يختلف الشخص الواحد في خصائصه المختلفة، وأن تلك الخصائص الفردية لا تسير في نموها بخطى متشابهة أو متوازية. شن هن الخصائص؟ أكيد في خصائص فسيولوجية أو خصائص اجتماعية تؤثر على نضجه وعلى نموه العقلي. لأن الخصائص العقلية عند كل شخص في حد ذاته تختلف عن الخصائص العقلية الموجودة عند الشخص الآخر. فمثلا قد يكون الفرد قوي الشخصية لكنه منخفض في درجة الذكاء. مش معنى أن شخص عنده كاريزما وقوي، لكن مرات يجي في درجة ذكائه لا شيء. مثلا عندنا مثلا في الروابط الطلابية على سبيل المثال تلقى شخص متحدث جيد، يستطيع مواجهة الآخرين، لكن لما نجي في الجانب الأكاديمي نلقاه لا شيء لا شيء، دا ما عنداش ولا حاجة، تلقاه عادي يعود لك السنة باثنين. كما زمان عندنا نحن حاصل في جامعة بنغازي ولا جامعة طرابلس ولا أي جامعة من الجامعات عندنا الروابط الطلابية، وحتى كانكم ملاحظينها توا في الروابط الطلابية تلقاه اللي يعتري المنصة ومتحدث جيد تلقاه إلا من رحم ربي، تلقاه فاشل في دراسته. إضافة لما يتعرض له الفرد من تغير عند انتقاله من مرحلة نمو إلى أخرى. مرات هو كان وضع الأكاديمي على سبيل المثال في المرحلة الثانوية أفضل مما هو موجود عليه الآن في المرحلة الجامعية، نتيجة هو ما يحبش اختلاط واجد، عنده مشكلة من ما يسمى بالرهاب الاجتماعي، هذه كلهن عوامل تؤثر عليه. إذن الاختلاف من فرد إلى فرد آخر في الخصائص تختلف فيما بينها من قوة والضعف. الثالثة تتأثر جوانب شخصية الفرد بعضها بالبعض الآخر، يعني احتمال شخصية الفرد في جانب من الجوانب يتأثر بالشخص الآخر، وهذا يفرض مراعاة نمو الشخصية الإنسانية نموا كاملا كليا، إذ تؤثر أبعاد شخصية الإنسان في سلوكه الظاهري، في سلوك ذلك الشخص الظاهري والضمني، ويتحقق لدى الإنسان في كل مرحلة من مراحل نمو ذلك الفرد بوجه عام. لأن عندنا مثلا في علم النفس النمو، علم نفس النمو مثلا أو فيما يعرف سيكولوجية الرشد على سبيل المثال أو سيكولوجية الطفولة أو المراهقة، هنا تبان عمليات النمو من لما هو كان في بويضة في رحم أمي حتى أصبح شاب يافع ويقود المجتمع. هذه كلهن تغيرات تطرأ على ذلك الفرد. الفرد ينمو، الفرد بنموه الدراسي والمهني إنما يخضع لمبدأ النمو العام، كما يخضع في ذلك وفي سلوكه الدراسي والمهني لمبادئ السلوك العام. مزبوط، حيث يخضع نموه الدراسي والمهني للعوامل الوراثية والعوامل البيئية. مش كل شخص لديه الملكة أو الذكاء الخارق، مرات نرجع للبيئة الموجودة فيها، هو البيئة المحيطية، مرات راجع إلى العامل الوراثي، مرات هل الكروموزومات التي يحملها ذلك الفرد أو ما يسمى بالخصائص الكروموزومات الخصائص النفسية الموجودة عنده، هذه مرات ناقلها هو عن طريق الوراثة من والديه لين وصلت له هو. مرات عنده خالة من عائلة مثلا خوالة أذكياء، مرات أعمامه أذكياء، هذه كلها خصائص أو ما يعرف بالكروموزومات، هذه هلا اللي انتقل لنا من أبويه، لين هو أصبح مثلا شخص لديه الملكة أو الثقافة العلمية أو لديه القدرة على ما يسمى بالقدرة أو المهارات العقلية بصفة عامة. الفرد بنموه الدراسي قلنا والمهني يخضع لمبدأ النمو العام، كما يتأثر بمستوى النضج الذي يصل إليه الفرد. فمثلا اختيار الفرد لنوع الدراسة لا يتم بمعزل عن ظروفه المختلفة وعن إمكاناته واستعداداته وطموحه. مثلا شخص بيقوم بأي دراسة كانت من الدراسات، بيدير دراسة مثلا عن بيشوف التوافق المهني عند العمال أو عند الموظفين مثلا في نقوله في المعهد الدليل الواضح، يشوف التوافق المهني عنده، التوافق المهني لدى موظفي معهد الدليل الواضح. دراسة بيقوم بها، هل يشعر، هل الموظفين اللي داخل هذه البيئة التعليمية عندهم لديهم توافق، وعن طريق يدخلهم مجموعة من المتغيرات، يحط لهم العمر، النوع ذكر أو أنثى، ويحط لهم على سبيل المثال الخبرة، بيحط لهم مثلا المستوى التعليمي، هذه كلهن
مجموعة من المتغيرات وبيشوف هل هناك فروق، هل فروق ذات الدلالة الإحصائية لما بيجي يحللها إحصائيا شو اللي أثرت على الأخرى؟ بيشوف الذكور أعلى نسبة من الإناث، بيشوف الخبرة هي اللي لعبت دورها، بيشوف هل العمر له تأثير في عمليات التوافق أم لا. الخامسة أن الفرد في حاجة إلى التوجيه دائما في ميدان الدراسة ومجال العمل. التوجيه شيء مهم في الحياة، ضروري. لأننا كانكم لاحظتوا وتحدثتكم قلت لكم حتى في المحاضرة السابقة، عامل التدريب والتوجيه والتأهيل المهني مهم في الحياة العملية بوجه عام في أي بيئة كانت، ضروري من عمليات ما يسمى في عملية التوجيه المهني. نشأت هذه الحاجة نتيجة تعدد مجموعة من الدراسات. قالوا لنا ليش حاجتنا إلى التوجيه المهني؟ لأن قالوا لنا نشأت الحاجة إلى، لأنها تعدد مجموعة من الدراسات والتي تحدثت عن هذه المشكلة. قالوا لنا ضروري من وجود حاجة اسمها توجيه، والمهن التي يمكن أن يتحقق بها، التي يمكن أن يلتحق بها الفرد. وقد زاد هذا التعدد في التخصصات والمهن لدرجة أصبح من المستحيل على الفرد العادي يحيط بها وأن يقرر ما يراه بشأنها دون مساعدة فنية. ضروري من مساعدة الآخرين، ضروري من مساعدة من؟ الآخرين في داخل البيئة بصفة عامة، هم اللي يحددوا لك شنو هن الأشياء اللي أنت مفروض تقوم بهن. الآن نجو ونعرجو على النقطة. النقطة السادسة تتحدث عن ماذا في الأسس النفسية؟ تعتبر عملية، كيف ما قلنا التوجيه، تعتبر عملية التوجيه والإرشاد المهني عملية تعلم يكتسب فيها الفرد اتجاهات وعادات وقيم سلوكية جديدة. لما نحن نعلمه ونعطيه ونوجهه نقول له راه منك تدير كذا ما تديرش كذا، ليش؟ ونعطيه المسببات، ما نقولش راه ما تديرش هذه ونسكت عنه، لا، نعطيه المسببات. إن المفروض مثلا أنت تتخصص في قسم كذا، تتجنب ذلك التخصص، لنعطيه المسببات مثلا لجوانبه أو مهاراته العقلية لا تسمح بذلك، مرات مهاراته الجسمية لا تسمح بذلك التخصص. نعطيه الأسباب، مش نخليه هكي، لا، نعطيه الأسباب ونوجهها. هذا ما يسمى بعملية التوجيه المهني والإرشاد المهني. أيضا ونزود بمجموعة من المعلومات اللازمة لمواجهة الضغوط التي احتمال أن يتعرض لها، وتتاح له أيضا فرص لاختيار ورسم الخطط. نعطيه حتى فرصة في الاختيار ورسم الخطط والأهداف، وتنهيئ له الفرص المناسبة لتطبيقها وتعميم ما يتعلمه في كثير من المواقف الجديدة التي يمكن أن تعترضه على أساس من قوانين التعلم. النقطة السابعة أن نقطة البداية في عملية الاختيار والتوجيه والإعداد والتدريب والتقويم المهني وفي الدراسات والوظائف المختلفة. يعني شوفوا، تكلمنا نحن بدري على الاختيار، تكلمنا على التوجيه، تكلمنا على الإعداد، تكلمنا على التدريب، الآن عن التقويم المهني في الدراسات والوظائف والمهن. كيف نتأكد من ذلك الشخص؟ مع التقويم لغة هو إصلاح الإعوجاج، مثلا ندير الاختبار كويز ونشوف هل هو يصلح لذلك التخصص أم لا، باش نعرف أنا هل حاجات ونعرف ميول واستعدادات ذلك الفرد ومدى إشباع تلك الحاجات عن طريق ماذا؟ عن طريق التقويم. ولعل من أبرز حاجات الفرد ودوافعه وخاصة في المجالات المهنية، الفرد عنده مجموعة من الخصائص اللي قالوا لنا في الحاجات المهنية يبي هو يحققهن. أولها الحاجة إلى التوافق نفسيا ومهنيا واجتماعيا. ثانيها الحاجة لضمان حياة كريمة ماديا ومعنويا. ما عايش يكذب عليكم، نحن ننظر للجانب المادي ومفروض ننظر حتى للجانب المعنوي، هي كرامة الإنسان. الحاجة للعمل في ظروف بيئية تنسجم مع إنسانية الفرد. الحاجة للأمن، إذا كان هو مش عارش بالراحة أو بالأمن في داخل بيئة العمل، مش يطلع مثلا يلقى سيارته مسروقة في داخل أمام المصنع تريح، المفروض قالوا لنا يبدأ فيه الأمن الصناعي هو اللي يأمن لك علي مثلا على سيارتك على سبيل المثال اللي أنت جاي بها. الحاجة إلى فهم أهداف المؤسسة، المفروض تبدأ واضحة أهداف المؤسسة على سبيل المثال. الحاجة لتحقيق النمو الوظيفي والترقي، كيف أنا أترقى في وظيفتي أو في بيئة العمل التي أنا موجود فيها. الحاجة إلى التعبير عن الرأي والتظلم، لو أني مثلا تعرضت لمظلمة من مدير المؤسسة التي أنا
في بصددها. كيف نقدر نطلع من هذه المظلمة؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق ما يسمى بالعمليات. عن طريق ماذا؟ هذه المظلمة لا تتحقق إلا بوجود مثلا مكتب أو مكتب قانوني في داخل هذه المؤسسة بصفة عامة. هذا كل ما يتعلق بالأسس النفسية في داخل بيئة العمل على وجه خاص. الآن بعد أن هينا الأسس النفسية، نتحدث عن أبرز النقاط الموجودة عند الأسس الاجتماعية. يكون الفرد في العادة عضواً في أكثر من جماعة، في جماعة الأسرة، في جماعة النادي، في جماعة العمل، شوفها كون عدد من الجماعات. حتى اللي موجودين في داخل القهوة هذه جماعة، صح ولا لا؟ اللي قاعدين في الشارع جيرانك هذهم جماعة، هذه كلهم. يكون الفرد في العادة، يكون الفرد في العادة عضوا في أكثر من جماعة، فهو ينتمي إلى الأسرة التي يعيش فيها والتي تشكل جماعة أولية. وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة إذا كان هو يعمل، إذا كان هو يدرس، وللمؤسسات الاجتماعية والثقافية الأخرى، في النادي، في الجامعة، حتى اللي يصلي معهم في الجامعة هم جماعة المسجد على سبيل المثال، ويكون معهم علاقات ماذا؟ اجتماعية مختلفة، يكون معهم علاقات اجتماعية مختلفة. ب المجتمع في حاجة ماسة إلى ماذا؟ إلى التوجيه التربوي والمهني. هنا ركزوا في الجوانب الأسرية الاجتماعية على الجوانب التربوية وأيضا على الجوانب المهنية. لماذا؟ حتى يتم تحقيق أهداف، الأهداف المرسوة من من؟ من المؤسسة أو المركز أو المصنع على سبيل المثال. فلكل مجتمع حاجاته ومطالبه المتعددة في شتى المجالات. جيم، إن الدراسات والمهن المختلفة تستلزم ماذا من الأفراد؟ شو اللي تبيه من الأفراد؟ هذه بصورة عامة حتى ينجحوا فيها مجموعة من الطالب. فكل دراسة أو مهنة تختلف عن غيرها، أكيد بالطبع. وكذلك يختلف كل فرد عن غيره في الصفات والقدرات والاستعدادات، حتى في الجانب الفسيولوجي بين فرد وفرد يختلف عن الآخر. وهذا يفرض توجيه كل فرد المهنة والتخصص الذي يستطيع أن ينجزه. فهمت علي ولا؟ والقيام بالدور المناسب الذي عليه هو. يعني مفروض فيه مرشد نفسي أو مرشد مهني في داخل أي مؤسسة كانت، يقول لك راه هذا التخصص يصلح معك. فهمت علي ولا؟ في التوظيف مفروض في كل مؤسسة صناعية في المرشد المهني هو اللي يرشد هؤلاء الموظفين شين هن الأشياء اللي تنفع بهم. فالدراسات العلمية مثلا تتطلب استعدادات تختلف عن الدراسات الأدبية بصفة عامة. بروز الاهتمام، دال بروز الاهتمام بالطالب كعضو في جماعات متعددة إلى جانب الاهتمام به كفرد يستفيد من خدمات التوجيه. ونجد أن هذه الخدمات تهتم به أيضا باعتباره يعيش في جماعات متعددة في مثل المدرسة والأسرة، قلت لكم مجموعة الأقران والنادي والمسجد، هذه كلهم بصفة عامة يجب إبراز الاهتمام بهم. ها أو النقطة الخامسة، تعتبر المدرسة أكثر المؤسسات والمجالات الاجتماعية ماذا؟ أهمية. تعتبر المدرسة من أكثر المجالات ومن أكثر المؤسسات، أكثر المؤسسات الاجتماعية أهمية من حيث دورها في مساعدة، لأن أكثر مكان هل الطفل أو الفرد يقضي فيه جل نشاطه هو في المدرسة. من الساعة 8 على سبيل المثال هو قاعد مثلا عند الساعة 1، يعني حوالي هالساعات اللي قاعد فيه هو أكثر مما هو موجود مثلا في مكان آخر في بيتهم، يا أما راقد أو هو في جماعة أو في النادي، صح ولا لا؟ إذا كان هو يمشي للنادي. من حيث دورها في مساعدة الطالب في خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني، سواء عن طريق خدمات التوجيه المنظمة بواسطة الأخصائيين أو المدربين، أو عن طريق المناهج أو النشاطات وطرائق التدريس وتحسين الجو الدراسي. واو أو النقطة السادسة، لابد من مشاركة الآباء وقادة المجتمع الذي يعيش فيه الطالب في عملية التوجيه. يعني ضروري كل منا يدلو بدلوه في عملية التوجيه مثلا المتعلم لاختيار أفضل التخصصات المنوطة به باش يستفاد منا في المجتمع. أنا لما نحطه في مؤسسة خدمية، مؤسسة صناعية، أي مؤسسة صناعية وخدمية كانت،
أكيدا عن طريق عمليات التوجيه وعن طريق الجانب التربوي الذي يغذى به في داخل مدرسته أو في داخل المؤسسة المسؤولة عن التربية الرسمية في المجتمع، لأن فيه تربية مقصودة تربية غير مقصودة. التربية غير مقصودة هي موجودة في الشارع في البيت وفي في المدرسة، معلش مش المدرسة، في الجامعة على سبيل المثال، في النادي، هذه تربية غير مقصودة. لكن التربية المقصودة هي بالورقة والقلم والصبورة ومجموعة من طرائق التدريس الموجودة في داخل البيئة التعليمية في داخل أي مؤسسة تعليمية كانت. النقطة الأخيرة، يتأثر الفرد في سلوكه المهني بظروف البيئة التي يعيش فيها. أي فرد في داخل أي مؤسسة أكيد حيتأثر بالبيئة المحيطة به في داخل المؤسسة وداخل العمل. شن هي البيئة؟ قالوا لنا هذه في مجموعة من أنواع البيئات. أول حاجة بيئة سلوكية تعكس الوسط الذي يتمثله الفرد سلوكيا، وأيضا في بيئة مادية اجتماعية وتشمل كل ماديات المجتمع التي لها وظائفها وفوائدها للإنسان، مثل أدوات الإنتاج، وسائل الاتصال، مواصلات وغيرها. أخيرا البيئة النفسية الاجتماعية وتشمل العادات والتقاليد والمعايير والأعراف والقيم والمعتقدات كاللغة وأنماط السلوك والعلاقات ما بين الأفراد. هذا كل ما يخص الأسس الاجتماعية بصفة عامة. إذن في محاضرتنا نحن تناولنا على التوالي، تحدثنا وعرفنا ما المقصود أو عرفنا تعريف علم النفس المهني، من ثم عرفنا أهداف علم النفس المهني، من ثم تناولنا الأسس والاتجاهات النفسية والاجتماعية وعرفنا أسس كل وحدة منهم، عرفنا شنو المقصود بالأسس الاجتماعية النفسية أولا، من ثم عرفنا ما هي المرتكزات التي ترتكز عليها والأسس الاجتماعية بصفة عامة، ختمناها بالبيئة الموجودة في داخل هذه الأسس بصفة خاصة. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، نلتقي بكم في المحاضرة اللاحقة أو المحاضرة الثالثة بإذن الله تعالى.